بسم الله، السلام عليكم. العملاق راح يجيب لكم سولد هبال، حاجه في الشبوبي وراح تعجب الجميع. المهم نبدا لكم بالحاجه الاولى اللي هي البخاره هذه. هذه كانت تدير 450 الف، اللي هي حجم كبير. انا راح نقول لكم اليوم نديرها لكم بسومه هبال وسعر هبال، سعر خيالي، سعر الشبوبي. المهم لونسي لكم السعر ولا لا؟ التوصيل رانا موقفين لخاطرش كيما نقولوا صرنا بروبليم مع العمال، لخاطرش بدلنا الهيئه سواء بالتجزئه ولا بالديطاي. المهم بسم الله نبدا ونقول لكم باللي راهي بخاره في الشبوبي، يعني هذه ديريها مدام وديري فيها شويه تاع ماء مونبا كيما نقولوا حنا رواحي مونبا. وعليكم السلام ورحمه الله. نعتذر خاوتي، سامحونا بزاف بزاف لخطرك السينيال راهو بقوه، راهو سينيالنا 123 عبد، تما مازال 18 عبد وتسكر الصفحه. اما قبل ما نودعوها كاينين صفحات اخرين من بعد نزلنا لكم نعاودوا الهيكله. ركزوا معايا مليح نشرح لكم على السلعه اللي هي في الشبوبي، راح تكون سومه هبال وسولد هبال. المهم هذه البخاره نبداوها نديروا فيها الاكستري ولا نديروا فيها الزيوت؟ من افضل من افضل ما ديريش فيها الزيوت يا مدام، ننصحك بها. ديري فيها الاكستري، ديري فيها الريحه اللي كيما نقولوا حنا تجي فابوريزي. دوك نزيد نفهمكم واش من الريحه ديروها اللي هي راح تساعدكم بالبزاف. هذه كانت دير 450، دوك السومه تاعها سومه هبال، سومه خياليه، حجم كبير داكور. هذه حجم كبير راهو يقول لكم 270 الف برك، 270 الف يا مدام. هذه كي نشعلها انا في الحانوت تدير ضبابة، هذه في المحل برك كون نشعلها في المحل برك، هذه كون نركبها لكم. دوك ندير لكم فيديو وين هي تبخر في المحل، دير ضبابة في المحل. المهم السعر تاعها 270، راح تساعد صحاب المحلات صحاب المنازل كذا من ومن هي، بلا ما نفكرك مدام بلا ما نوليك وما نعرفش خير منك، على بالي باللي راح تساعدك بالبزاف. زيد نعت لك الموتيف الاخرين، كاينه هكذا ثاني، كاينه هذه حجم كبير في الشبوبي، سعر تاعها ثاني من 450 ننزل ل 270، يعني سعر خيالي وسومه هبال هكذا. نزيد نروح لكم الحاجه خلف. المهم نبدا لكم بالحاجه هكذا ونجي طالع. واش لازم باه تنحيو السينيال؟ لازمنا نفليكسيو 3 ملايين و 800 اورو ونخليوها نعاودوا الهيكله تاع الصفحه لخاطرك سرقوا لنا الهواتف. الله يحرق وان شاء الله لي يديه، الله غالب الله غالب. المهم هذه غدوه تستعمليه وحدك، ما تستني الاخ ما تستني الزوج يجي يقول لك غدوه وغير غدوه. ريكومونس راكم تشوفوا السينيال، هذا المرحله الثانيه. زيد مهم نشرح، هي الصفحه راح تسكر على كل حال من على واحد سمانه سمانه ونص يغلقوها لنا. لازم نزيدو نعاودو نطلعو الصفحات الاخرين، لان عندنا صفحات فيهم مش نسبه المشاهده حتى المليون، شني باسماء اخرى دوك نولي نوضحها لكم. المهم نبداو مش كيشبيهم بما يحكموه يا مدام واش قصه هذه. غدوه بالجمعه ندير لكم عليها حوار كبير وانتوما حكموا بالعدل. قال اخويا دير حل ولا ما نديرش. المهم خلينا منه بصحته، ديها بصحته بصحته بصحته، راح يسلكها غاليه بربي ان شاء الله. المهم راح نزيدو نركزو، هاو ذهب لي اللايف. المهم ماني شيخ معاكم، ناكد لكم على البومه هذه اللي هي كيما نقولوا حنا صحيه والسعر تاعها هبال. كانت النهار الاول دير 55 نزلنا لها السعر 35، هذه بقات كميه قليله وكيما نقولوا حنا قرده اللي هي صحيه بي بي 5 ومانطو كريستال انكاسابل كيما نقولوا حنا ما تتكسرش انكاسابل. الاولاد راح تساعدهم بالبزاف. وفيها تيب، فيها تيب هاي كيف تمشي، كاين اللي يعرف طريقه الاستعمال تاعها كاين اللي ما يعلمش. هاي طريقه الاستعمال تاعها جدا سهله ومغريه، راح تساعدكم بالبزاف. السعر تاعها 35. المهم نزيدو نروحو للنقطة الثانية، التوصيل راح يبدا من السمانة الجاية. أرواحي الفحلة، هو بنتي شيماء ركزي معايا بنتي، دوك حنا نشرحو لك اليوم بار لايف ومن بعدها أكيتي اللي توري لهم كيما نقولو، ما تستنايش واحد خلاف تي ولا مالك. المهم هذه قردة دونات على شكل دونا، كانت تدير 55، السعر تاعها نزل اليوم 35 الف، تسمى راهو سعر في الشبوبي. التوصيل حيبدا من السمانة الجاية إن شاء الله. زدنا جبنا لكم علبة تاع الدبشي هذه راهي متوفرة، التوصيل 58 ولاية. كاين اللي يعرف يقلع على السعر تسمى التوصيل راهو 58 ولاية داكور. هذه السعر تاعها في الشبوبي. نزيدو نروحو لابول، هذه
هذه لعبوا لكم كاع تعرفوها، السعر تاعها راهم يقولوا 40000. هذه مسيت تاع الطاكوس بلا ما نوصيكم ثاني، نفس الشيء ب 20000. نزيدوا بيك فروي كاين ب 10000، كاين ب 15000 مسيت او بين داكور. نزيدوا نروحوا لحاجه خلاف، جبنا لكم الكورده ثاني تاع الارنب، نفس الشيء كانت تدير 55 نزلناها 35. نزيدوا نروحوا الكورده تاع الارنب كيما نقولوا حنا عندها وذنين شكل اخر. المهم السعر تاع هذه كان 75 قلبنا حتى ل 45، تما نزلنا في الاسعار في نوامبر بزاف لاخاطر راكش راح نجيبوا قش العيد الكبير. هذه ثاني نزلنا لها في السعر راهي ب 18000، 18000. هذه كاين اللي حاب يديروا فيها تيراميسو، باطا تيراميسو، العلبه تاع تيراميسو. نزيدوا نروحوا المغرفه والفرشيطه تاع الدونا، والله تاع الدانا كي يقولوا دونيت صح يتيح الدونيت. هذه كاينه على 6 قطع اللي هما مغرفة وفرشيطة، ركزوا معايا مليح، كانت تدير 55 65، دوكا قلبناها 50000 كي الفرشيطة كي المغرفة، 50000 اللي هي هكذا 50 50، تسمى تدي زوج بمية. كاين اللي يقول لك قد زوج وكذا ومنه من هي بلا ما نشرح. زدنا جبنا لكم القرعة تاع الزيت هذه على بالي بلي شبوا بها راح تعجبكم بالبزاف، ممكن تعطيني البوشون تاعها هكذا هاو كي داير شكل البوشون تاعها كي دايره. السعر تاعها في الشبوبي اللي هو 15000 داكور. نزيدو نروحو العمليه الثانيه البريس صغيرون، هذا راه متوفر يطيب قهوه عسل هكذا، السعر تاعو ب 100 وكاين هكذا الكبير كاين حجم كبير. نزيدو نروحو للسلل هذو 3 بياس وكذا ومنه من هي، السعر تاعهم راه في الشبوبي ب 100000 ثلاث حبات. نزيدو نروحو الحاجه خلاف نوريكم هذا تاع الكاباتشينو كوم تعرفوه. نزيدو نروحو الحاجه خلاف كاينين حوايج طرحناهم بصح مناش نعرضو فيهم ما فهمتش ليه. نزيدو نروحو لهذا، كاين الامهات اللي كيما نقولو حنا عندهم ولادهم يحبيو، على جرو ركبتو باه تجمل وكذا ومنهم هذه القور يستعملوها بزاف لاخاطر راكش كيما نقولو حنا على بالهم باللي جدو صحيه، هذه يستعملها البيبي كيعود يحبي. السعر تاعها 20000، السعر تاعها راهم يقولو 25000 هكذا. هذه سوما في الشبوبي توصيل 58 ولايه لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. نزيدو نروحو لحاجه خلاف، جبنا لكم لي بلا تاع الاطفال ميلامين، سعر هبال من 15000 هاو 15000 ولا كان يدير 25، هذا ب 10000 تاع البيتزا. دوك نوريكم لي فوطو به من بعد ديروا لي كابتير وتعرفوا كيف دومونديو السلعه. هذو اللي راهم كيما نقولوا حنا معنا في الناس. نبداكم بالموتيف، كاين هكذا كاين هكذا وكاين هكذا، كاين تسمى ثلاث اشكال، هذه ثلاث اشكال، السعر تاعهم واضح ب 10000. زيد حلينا الفحل هذا واحد، حلينا واحد، اش تديري هكذا رقدي وحلي. نزيدو طبسي هذا، هذا الطبسي راهو ب 15000 هكذا، ميلامين ثاني نفس الشيء، كاين هكذا، كاين هذا لا سيري دوري كاين اللي يستعملها بزاف بزاف، هذا اللون الملكي يقولوا له. السعر تاعو ب 15000. كاينه هذه اللي هي يقول لها بورت كوير في الشبوبي تاع الريشه، راهي سولد هبال دير 110000 يعني سوما في المعقول وفي الشبوبي. نزيدو ننتقلوا لهذه السكريه راهي هبال 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 جد وشابه مدام. هذه وحده دي جاي كيما نقولوا حنا واش راح نقول لك، هذه وحده بس بس شهره. نزيدو نروحوا للبلاطو هذا، البلاطو هذا راح يعجبك بالبزاف مدام في اشكال وانواع، السعر تاعو 45000، التوصيل راح يكون الاسبوع القادم ان شاء الله. زيد عندنا البلاطو دوري هذا السعر تاعو راه واضح حجم كبير 35000. نزيدو نروحو الكاس هذا كاين على بالي باللي باه تشجعوا الاطفال والاولاد والانسات والامهات والمدامات كيما نقولوا حنا، جميع الاداريين راح يفهموني، الموظفين راح يفهموني، تسمى صالح لكل مكان وزمان. السعر تاعو كان يدير 150 اليوم هاو قلبناه 100000 سوما هبال ب 50000 كامله لي من هذا. زيد جيري هذيك اعطيهم الاسلام قولي له اللي راه من برا تعرفوني على السلامه يا الاستاذه ريشا اطابل سات دو طابل او صاحبي صافا قولوا عندنا نروحوا ماما شكرا ريشا الله يبارك عند الشحبة قولوا عند الشحبة اخي الصحبوب وانا شكون انا قول لي انت الصحبوب قول لي قول لي
شكون هنا؟ شكون هنا؟ هذو التوارك ما يقولوش صاحبي ما يقولوش صديقي والله يقولوا الصحبوب توارك ايه الصحبوب واش الصحبوب؟ هاي تاع لي كوستيم هذه ريشاش دو طابل السعر تاعها ب 15000 داكور نروحوا لهذا الالكترونيك اني معاك اني معاك اقرا التيك تاج برك قولي لها شيماء بنتي قولي لها او شلوز الله يبارك 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 هات نزيدو نديروه في اللايف به لا راح لا حل حل نشوفوه كيفاه حل نشوفوه الزين تاعي الصحبوب جرتك مليحه جيت انت جا الخير الله يبارك الله يبارك هذا واش هي نعميه هذا هو الكادو تاعك هذا هو الله يبارك ميرسي عليك كثر خيرك كثر خيرك ميرسي عليك على الاستاذ حلنا طرشي نشوفوه حلي طرشي نشوفوه بنتي ايلي بركه هاي ركبوا تدرت فينا ربي درت فينا ربي معليش دوكا دوكا دبري راسك حلي نشوفوه قبل كي داير اه راحت لنا تليفون وطابلات جاونا الحباب جابوا لنا 15 تليفون بيك حتى 16 الله يبارك والله بيك حتى 16 هذه بركه كبيره حل نشوفوا الهاتف هذا الجديد هذا اللي جابوه لنا كادو واش نقولوا له الشخص السيد هذا اللي جاب لنا الهاتف هذا كادو واش نقولوا له اه واش نقولوا له نقول له ميرسي بوكو شكرا بزاف ربي يحفظك كثر خيرك بالبزاف اخويا تحياتنا خبي نخدموا بها بنتي خبي عدو حطيه شرجي عدو يزيدوا يديوه لنا يزيدوا يتموا لنا الحقبه لا لا دوك انا نسقنا الكاميرات جيبوا لي كادو اي بركه كثر خيره كثر خيره صاحبي هذا البروشه رشيده اللي لقيتهم كاينين زيد ننتقلوا خاوتي لدار القط كاين حجم كبير وحجم متوسط كيما هكذا وكاين حجم صغير كيما اللي راهو لهيه كيما هذا شافوني هو اياد اياد ومن هيه 25 و 30 شيماء ها هو راه مدرقها هذه دار القط كاين هذا ماشي كي نقولوا دار القط تسمى سبيسيال للقط حنا ونبدعوا برك هي سبيسياليتي للقش يخبيو فيها الدراوات يخبيو فيها كيما نقولوا قش الشتاء يخبيوه هنا وراح يساعدهم بالبزاف وكاين نساء يورغانيزيو فيه القش السعر تاعو كاين هكذا حجم صغير مانيش عارف 135 حجم متوسط 150 حجم كبير ب 170 التوصيل راح يبدا من السمانه الجايه ان شاء الله نزيد نروح نديكم معايا البلاستيك ولا نخليوه الغدوه ان شاء الله شوف اليوم ندير لكم كيما نقولوا حنا لايف الشبوبي وراح نعطي لكم السلعه حاجه بحاجه راح نقول لكم تحياتنا ونشكر الاخوه اللي جابوا لي تليفونات كثر خيرهم وتحياتنا ليهم بالبزاف راح يسالونا كادوات دوبل كثر خيرهم بالبزاف خاوتي نقول لكم السلام عليكم تحياتنا لكم.